يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك قبر لنبي أو لرجل صالح يعبد من دون الله، فهل لولي الأمر أو من أنابه نبش ذلك القبر ونقله من مكانه؟ أولا، ما في قبر نبي معلوم إلا قبر نبينا صلى الله عليه وسلم. جميع قبور الأنبياء لا يدرى أين هي، وهذا من فضل الله على الناس لئلا يحصل غلو، فلا تعرف قبور الأنبياء إلا قبر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ثانيا، لا تنبش إذا كانت أصلها في هذا المكان تبقى، لكن لا يبنى عليها، لا يتخذ ما حولها مساكن، بل إنها تصان وتسور وتحفر. نعم.